لكابتن احمد حمدي النهارده. احتساب ضربه جزاء ما يعني ما اعرفش حضرتك اكيد شفتها، وايضا عدم احتساب ضربتين او ثلاث ضربات جزاء، بس منهم اثنين واضحين جدا يا كابتن، انا ما اقدرش اقرر برضو الا لما حضرتك تكون معانا وبتشاركنا رايك. تمام كابتن فاروق معايا، وهات لنا بس نجيب الاول اللعبه الاول، ركله طيب. الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي. بعد اذنك يا بيبو، لو حضرتك اديها هي معايا حضرتك يا كابتن بعد اذنك. هنمشي الاول اللي اتحسبت على النادي الاهلي اللي هي على عمرو السوليه. مظبوط يا كابتن، هي دي يا كابتن امام حضرتك. تمام. هي طبعا ممكن ما بتشافش. هقف هنا بس كده، هقف هنا. شوف يا كابتن، اولا هنا في تسديد من اللاعب المهاجم من لاعب طلع الجيش. نشوف هنا في حاجه اسمها الكره غير متوقعه يا كابتن وليد، يا كابتن ربيع، يا كابتن محمد. الكره اللي اسمها ان انسبكتد بول، اللي هي الكره الغير متوقعه، اللي هي ممكن بتيجي في رجل اللاعب وتيجي في ايديه، او تيجي في جسم اللاعب وتيجي في ايديه. هنا اولا في هذه اللعبه، اولا هي ما جاتش في ايديه خالص، اولا اصلا ما جاتش في ايديه خالص. انا عاوز اقول ايه، حتى لو جت في ايديه هنا كان يجب على الحكم ان يقوم باستمرار اللعب او يامر باستمرار اللعب، لان هنا بنقول ايه، حتى لو جت في ايديه يا كابتن ربيع، هنا حاجه اسمها الكره غير متوقعه. انا مش متوقع كلاعب مدافع ان الكره تيجي في ركبتي وتيجي في ايديا، ولكن هنا انا شايف هنا في الحاله ديت هي الكره جت في الرجل ثم جت في صدر اللاعب عمرو السوليه، وبالتالي هنا انا بعيب على الحكم في احتساب هذا القرار بركله جزاء، لان هو كان عنده مشكله في عدم فتح زاويه رؤيه. بالظبط يا كابتن، على فكره الرؤيه اللي احنا بنشوفها دي يا كابتن من كاميرا اصلا من ورا كمان، يعني مش يعني دي واضحه ان هي ما جاتش في ايده من الكاميرا اللي ورا، ما بالك هو بقى في نص الملعب. عاوز اقول حاجه مهمه كابتن محمد هنا. انا بقول ايه، هنا الكره اصطدمت بقدم اللاعب ثم اصطدمت بصدره. انا هقول الاصل، حتى لو جت في ايد عمرو السوليه هنا انا المفروض ما احسبش ركله جزاء. يبقى هنا في احتساب ركله جزاء. انا شايف من وجهه نظري ان هي ركله جزاء غير صحيحه. طيب انا عايز اقارنها بقى قبل ما اروح لضربه الجزاء بتاعت عبد الله السعيد كابتن بتاعت حسن يوسف. بعد اذنك بيبو، هات لنا ضربه الجزاء اللي بتاعت حسن يوسف اللي هو جاي بيسددها او بيشيلها من ال 18 بتترفع وتيجي في ايده كابتن دي. تمام. اللعبه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي نفس اللعبه اللي هو احتسبها الكابتن احمد حمدي. زي ما قلنا يجب ان يكون المعيار واحد يا كابتن وليد، يا كابتن محمد، يا كابتن ربيع. المعيار واحد، انت حسبت الاولى نتيجه ان هي جت في القدم وجت في الايد زي ما انت قلت، طب ما هنا نفس الشيء، الكره اصطدمت بقدم ثم اصطدمت بالايد. يبقى هنا الاعتبارات هنا المفروض تكون واحده والمعيار يكون واحد، وبالتالي هنا لو انت حسبت الاولى كان يجب عليك انك انت تحسب الثانيه اللي هي على مدافع الجيش. تمام يا كابتن؟ تمام يا كابتن، يعني دي لازم كانت بالمعايير وبالمقياس اللي انت حسبت عليه ضربه الجزاء الاولى على الاهلي. انت يا كابتن، انت اللي حطيت المعايير، الحكم هو اللي حط المعيار احتساب ركله الجزاء. مش انا اللي حطيت المعيار، وبالتالي لما انت حطيت معيار احتساب ركله الجزاء في الاولى كان يجب عليك ان تحتسب ديت ايضا ركله جزاء. تمام. لانك انت حطيت المعيار، ولكن كان يجب على الحكم ان هو يشتغل بالمعايير بشكل صحيح، ولكن للاسف الشديد طبعا كان عنده خلل في تقدير احتساب الاخطاء. يعني كده كابتن حسن، ده حسن يوسف كابتن لاعب طلاع الجيش، هو مش متعمد حتى يعني لو، ولكن طبعا هو المعيار زي ما انت بتقول حضرتك. وخلي بالك كابتن كابتن ناصر، هو ده وشه للحكم، يعني واضحه جدا ان هو وشه الحكم. لكن عمرو يعني بص في الدقيقه كام، والدقيقه كام صحيح يا كابتن؟ يعني برضه الوضع 79. تمام. انا بقول لحضرتك، انا بقول كلام مهم ليه، لان هو زي ما قلت لحضرتك، زي ما احتسبت الاولى وانت يعني انت اللي عملت المعيار بتاعها، كان يجب عليك انك انت تحسب الثانيه، لان هي ديت بالظبط كابتن وليد، يا كابتن ربيع، هي دي بالظبط شكل اللعبه الايرانيه للنادي الاهلي. طيب كابتن، في لعبه اخرى، لعبه عبد الله السعيد. لعبه ثانيه، خلينا انا يعني اسهل عليك المهمه كابتن محمد، في عبد الله السعيد وفي تقريبا احمد الشيخ. دي عبد الله السعيد يا كابتن امام. دي عبد الله السعيد. اولا هنا الراجل راح من الناحيه العكسيه، ودايما بنقول لحكامنا لما بيكون في مهاجم وحارس مرمى يجب عليك انك انت تفتح في الناحيه العكسيه عشان تخلق لنفسك زاويه رؤيه واضحه. هنا عبد الله السعيد نجح في لعب الكره. تمام. ثم عدى هنا الحارس، طبعا هنا في القدم وفي الركبه، لعبه من الالعاب السهله جدا، ركله جزاء سهله. وزي ما قلت لحضرتك، هو كان يجب على الحكم ان يفتح زاويه رؤيه ناحيه الشمال علشان يقدر يشوف الاصطدام اللي تم ناحيه الركبه. هنا الركبه هي تصطدم برجل بقدم عبد الله السعيد، وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي نتيجه بعد الحكم عن الحدث، ونتيجه عدم فتح زاويه رؤيه الناحيه العكسيه لناحيه الشمال. تمام يا كابتن، ضربه جزاء اخرى للنادي الاهلي لم تحتسب.
تمام يا كابتن. الثالثه كمان ضربه جزاء. ضربه جزاء لاحمد الشيخ محضرها بيه بعد اذنك. هنا الركبه بتاعت حارس المرمى. ضربه الجزاء الثالثه دي يا كابتن اتحسبت السنه اللي فاتت في مباراه الاهلي والاسماعيلي، لان احمد الشيخ هو اللي لمس الكوره قبل فرانك. بالظبط. ايوه دي اللي هي الضربه الثالثه هي دي. بص احمد الشيخ هو اللي لمس الكوره وبعد كده الاحتكاك، ودي حصلت قبل كده في محمود المتولي. عمرو جمال يا كابتن. مع عمرو جمال. عمرو جمال انا اتذكر. محمود المتولي ضربه الجزاء. صحيح. حسبها كان الكابتن جهاد كابتن. هي امامك يا كابتن يعني. هنا بقى كابتن هنا بنقول ايه؟ هنا خلي بال حضرتك، هنا في حاجه اسمها في القانون الدفع القسم، الدفع. وهنا اولا اللاعب اللي هو طلع الجيش اللي هو لاعب المدافع لم ينجح في لعب الكره نمره واحد، ثم دخل دفع في ظهر احمد الشيخ هنا باهمال، دفع في الجسم ودفع في الراس، وبالتالي كان يجب احتساب ركله جزاء لصالح احمد الشيخ نتيجه الدفع الواضح جدا جدا. لان عاوز اقول هنا كابتن وليد ان هو اللاعب لم ينجح كمان في لعب الكره لاعب المدافع، وبالتالي نجح في لعب الكره واحمد الشيخ. وانا مش مسؤول عن ان اللاعب المدافع يكون عنده اهمال ويلعب باهمال، انا مش مسؤول عن دخوله ده في اهمال وتهور وكل حاجه قدامي، وهي الدفع واضح جدا جدا في المخالفه، وكان يجب احتساب ركله جزاء لاحمد الشيخ. كابتن يمكن حضرتك وضحت يعني ثلاث ضربات جزاء للنادي الاهلي واضحين جدا يا كابتن، يعني ما فيش شك خالص في اي حكم لو كان بياخد القرار سليم وقدراته موجوده بشكل كبير وثقه بالنفس، اعتقد ان كان ياخدها بمنتهى السهوله، لانهم يعني زي على مرأى ومسمع زي ما بنتكلم دايما واضحين. خليني اقول لك على حاجه تزرو، ودي مناسبه انا بتكلم فيها طبعا حضرتك وطبعا يعني نجومنا الكبار. خلينا نتكلم النهارده التحكيم بقى القانون، وازاي تطبق القانون بمفهومه الجديد، وازاي عشان تطبق القانون يجب ان تتواجد بشكل واضح جدا في الحدث، ويجب ان يعني تخلق لنفسك زاويه رؤيه. لان احيانا كابتن وليد وانت رايح كده داخل منطقه الجزاء بتحس ان ممكن اللاعب يقفل عليك زاويه الرؤيه او يعمل عليك بلوك، وبالتالي انت هنا دورك كحكم بنعلمك ازاي انك انت لما يتعمل عليك بلوك في الحدث لابد انك انت تفتح زاويه رؤيه عشان تشوف بشكل كويس. هنا انا بعيد طبعا عن احمد حمدي، هو حكم الحكام الصغيرين الصاعدين، كان يجب عليه ان هو يستشعر الخطر والخطا عندما يكون في مهاجم وحارس مرمى، لما يكون في مهاجم ومدافع داخل الصندوق. هنا بيبان تميز الحكم في التقدير الصحيح لاحتسابه للاخطاء داخل الصندوق، هو للاسف طبعا النهارده مش محسوس تماما في عدم التقدير الصحيح لاحتساب الاخطاء. كابتن ناصر تدي الكابتن احمد حمدي النهارده كام من 10؟ شوف احنا عندنا في تقدير الحكم كرفيق اسيسور وكمراقبين في الاتحاد الافريقي او هنا في الاتحاد المصري، عندما يكون في قرار مؤثر في نتيجه المباراه يا كابتن وليد، القرار المؤثر هو ايه؟ انك انت فريق مثلا اتلغى جول او ليه ركله جزاء ما اتحسبتش وهذا الفريق اتعادل او اتغلب، هنا ده قرار مؤثر. الحكم يقول ان القرار المؤثر الواحد بتنزل الحكم الى 7.5. 7.5 لما بنقول النهارده في الكم الكبير من هذه الاخطاء طبعا في المباراه، لا انا يعني عاوز اقول النهارده الحكم انا يعني ما ياخدش اكثر من 6 من 10، لان هنا اخطاء اثرت في نتيجه كتير. المباراه بشكل كبير جدا جدا، اخطاء اثرت في نتيجه المباراه، وعاوز اقول ان هذه الاخطاء بشكل كبير هي مساله الحكم لاعضاء هذه المباراه. كابتن ربيع بقول لك انت بتجامل كابتن احمد، كابتن ناصر ده 6 يا كابتن وثلاثه بينالتي، يعني ما يبقى 6 بتاعت السوليه غلط. انا عاوز كابتن وليد خلي بالك انا قلت بشكل كبير يا كابتن وليد يا كابتن ربيع، لو النادي الاهلي مثلا اتغلب او اتهزم يبقى هنا النتيجه كانت اكبر في التاثير من التعادل، يعني التعادل هنا انت عارف يعني. عارف يا كابتن ناصر انا 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 عندي مشكله مختلفه تماما في بعض الحكام بيجوا على الفرق الكبيره ويحس ان هو مش هيعمل لنفسه شخصيه غير لما يعاند الفرق الكبيره. احنا بنشوف بره برشلونه مثلا بتحسب له 3 ضربات جزاء يروح حاسب الرابعه ويروح حاسب الخامسه، والريال مفيش مشكله انت الفكره هنا بحس ان الحكم بيبقى يعني الفرقه الكبيره دايما بلغه الكوره كده بتوصل كتير للمرمى، فالطبيعي ان لازم بيبقى في احتكاكات بيبقى ليه. النهارده كابتن ناصر 13 كورنر للنادي الاهلي ومفيش ولا كورنر ما فيهاش حاجه عادي. فانت فرقه بتوصل، نقول الزمالك بلاش الاهلي، الزمالك بيوصل للمرمى كتير، ما تديله يا عم اديله ليه ضربتين جزاء، اديله ليه خمسه فاول، اديله زي ما حضرتك كابتن وليد بتتكلم كلام. انا كحكم
انا كحاكم كابتن وليد انا ماليش علاقه خالص بكل هذا الكلام. انا المفروض النادي الاهلي ليه ركله جزاء تتحسب، النادي الزمالك ليه ركله جزاء تتحسب، النادي طلع الجيش ليه ركله جزاء تتحسب. انا كحاكم ليا اسمي وليا يعني تقديري في الملعب. وكان هيجي زي ما قلت لحضرتك هو مش محظوظ النهارده، انما انا عاوز اقول حاجه كابتن وليد، هو مش متعمد النهارده ولا حاجه. لا مش متعمد، هو السوء. لا لا مش متعمد، انا عارف لسوء التمركز يا كابتن محمد. لسوء التمركز بالنسبه له كحكم، يعني لسه الخبرات عنده قليله. كان يجب زي ما قلت لحضرتك هي القرارات بتيجي الخاطئه نتيجه ايه يا كابتن وليد؟ نتيجه عدم التمركز الصحيح. زي اللاعب كده لما بيبقى عنده امكانيه ان هو يروح في المكان الصح ويستلم الكرة بشكل كويس وبيجيب جول. هو هنا طبعا احمد حمدي مش محظوظ، يجب عليه ان هو يطور من ادائه في كيفيه التحرك والتمركز داخل ميدان اللعب، هي تنقصه كتير. يمكن التحليل ده انا بكتبه وهو ديت من تطوير اداء الحكام. المفروض ان لجنه الحكام تعمل على تطوير اداء الحكام من ناحيه اللي هي البدنيه ومن ناحيه السرعه والسرعه القصوى ومباراه اللعب الحديث. النهارده كتمرير النهارده عندنا اللعب الحديث يجب من الحكم النهارده عنده قراءه للعب، قراءه تكتيك وتكنيك واسلوب وطرق لعب الفريقين، ده مهم جدا. صحيح في كره القدم مش بس النهارده انا بحسب اخطاء، لا النهارده انا النادي الاهلي بيلعب بطريقه معينه، يجب علي ان انا ادرس هذه الطرق، لان انا من خلال دراستي للنادي الاهلي او نادي الزمالك ببتدي ازاي اتحرك في ميدان اللعب، ازاي ناخد القرارات السليمه. كابتن ناصر بشكر حضرتك كابتن ناصر عباس.